السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامة عمر. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل وحدة ورد جميلة جدا سهلة. الشغل بتاعها 3D أو ثلاثي الأبعاد. الوردة جميلة جدا وسهلة، وتقدري تنفذيها بأي نوع خيط، ولو من بواقي خيوط هتنفذيها وتستخدميها في مشاريع كتير للكروشيه. تابع معايا الفيديو، ولو اول مرة تشوفيني انزلي اعملي اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدأ على بركة الله. طبعا نقدر نستخدم اي نوع خيط عندك، لو بواقي خيوط عندك انا هستخدم خيط اليزا ديفا. هنحتاج لونين للزهرة بتاعتنا، وهستخدم معاها ابرة مقاس 3 مليمتر. اول حاجة هعملها هعمل عقدة بداية بالشكل ده، تقدري تنفذيها بالطريقة اللي متعودة عليها. هرتفع 6 سلسلة، 2 3 4 5 6. هرجع لأول سلسلة اشتغلتها وهقفل الدايرة بتاعتي بمنزلقة كده. ايه؟ كونت حلقة معايا. هنا هرتفع 3 سلسلة، ال3 سلسلة دي بمثابة عمود بلفة، وهبدأ هلف الخيط على الإبرة وهدخل جوه الحلقة اللي أنا كونتها، وهسحب الخيط وهشتغل عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وهرجع للحلقة وهشتغل غرزة عمود بلفة. هشتغل داخل الحلقة بتاعتي دي 15 عمود بلفة، غير سلاسل ارتفاع. سلاسل ارتفاع هحسبها معايا عمود، فهي اللي هتقفل 16 عمود بلفة. فانا هكمل غير سلاسل ارتفاع، هشتغل كام كمان؟ 15 عمود بلفة. كملهم ونرجع مع بعض. اهو سهلة جدا. بعد ما كملت ال15 عمود هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. فاكرين ال3 سلاسل اللي اشتغلناهم؟ هقفل في ثالث سلسلة بمنزلقة بالشكل ده. تمام. بعدها هرتفع سلسلة وهرجع تاني لنفس الغرزة كده، هدخل كده وهسحب الخيط وهطلع بيه كده، اهو غرزة حشو. تمام. وهبدأ هرتفع 1 2 3 4 5، 5 سلسلة. بعدها هسيب غرزة وهروح للي بعدها وهقفل بغرزة حشو. بعدها برتفع 1 2 3 4 5، وبسيب غرزة وبروح للي بعدها وبقفل بغرزة حشو. تاني 1 2 3 4 5، وبسيب غرزة وبروح للي بعدها وبقفل بغرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة دي، برتفع 5 سلسلة وبسيب غرزة وبروح للي بعدها وبقفل بحشو، وبكمل وبكون حلقات بالشكل ده. تمام. هنا اخر ارتفاع معايا، ارتفعت 5 سلسلة وهسيب غرزة وهروح اهو للي بعدها وهقفل بحشو بالشكل ده. بعدها فاكرين اول غرزة هدخل فيها كده اهو وهطلع بمنزلقة بالشكل ده، وهعديها غرزة تثبيت وهبدأ هقص الخيط بتاعي بالشكل ده اهو. ده خيط البداية يا بنات، انا اشتغلت ايه عليه الدايرة بتاعتي. فهنا هثبت الخيوط دي كده في بعضها، هعمل عقدة وهدخل الخيط معايا تحت الغرز، هنضفه من تحت الغرز، وهبدأ ندخل اللون التاني للوردة بتاعتنا. هدخل اللون التاني وهعمل عقدة بداية كده. تمام. وهاجي كده اهو في اي حلقة هدخل فيها هسحب العقدة اللي انا عملتها اهو بالشكل ده، هثبتها بغرزة، هجيب كده الشغل معايا في اوله، وهبدأ هرتفع 3 سلسلة، 2 3، وهشتغل دي هتكون معايا بمثابة عمود بلفة. شايفين الخيط ده؟
هشتغل عليه، هثبته كده اهو واشتغل عليه، هيثبت معايا. هلف الخيط على الابرة وهدخل داخل الحلقة وهشتغل عمود بلفة، اتنين، هشتغل جنب سلاسل ارتفاع دي خمسة عمود بلفة تاني، فكده هيتكون معايا، سوري يا بنات، ستة عمود بلفة بسلاسل ارتفاع، هيتكون معايا سبعة عمود بلفة. انا كده اشتغلت اتنين عمود، هكملهم ستة غير سلاسل ارتفاع. ارتفعت تلاتة سلسلة واشتغلت جنبهم ستة عمود بلفة، كده اتكون معايا سبعة عمود بلفة. هنا هعمل ايه؟ هعمل غرزة بيكو، فهرتفع تلاتة سلسلة وهرجع لأول سلسلة من التلاتة بالشكل ده، هدخل كده هسحب الخيط وهطلع بغرزة حشو. بعدها هلف الخيط على الإبرة وفي نفس الفراغ هشتغل سبعة عمود بلفة، واحد، اتنين، تلاتة، تمام يا بنات، كده كملتهم سبعة عمود بلفة. بعدها هعمل ايه؟ هنتقل للفراغ اللي بعده وهلف الخيط على الإبرة وهدخل في الفراغ على طول وهبدأ هشتغل سبعة عمود بلفة، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، العمود رقم سبعة، تمام. بعدها بنعمل ايه؟ غرزة البيكو، بنرتفع تلاتة سلسلة وبنرجع لأول سلسلة من التلاتة، بناخد الحلقتين كده هو الأماميتين كده هو، وبطلع كده هو وبقفل بغرزة حشو كده. دي ايه؟ غرزة البيكو. بعدها بكمل في نفس الفراغ سبعة عمود بلفة، سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا اللي الزهرة او الوردة دي جديدة، 3D شكلها تحفة، نقدر نستخدمها في مشاريع كتير للكروشيه. هكملهم كده سبعة، خمسة، ستة، العمود رقم سبعة. بس يا بنات بكمل شغلي بنفس الطريقة، كل فراغ من انا معايا 8 فراغات، في كل فراغ من التمانية ده بعمل ايه؟ بشتغل سبعة عمود بلفة غرزة بيكو، سبعة عمود بلفة، سبعة عمود بلفة بيكو، سبعة عمود بلفة. هكمل شغلي بنفس الطريقة دي، كل الحلقات، كل حلقة هشتغل فيها بنفس الطريقة، سبعة عمود بلفة بيكو، سبعة عمود بلفة في نفس الحلقة لغاية ما بخلصهم كلهم. وهنا وصلت لاخر حلقة معايا واشتغلت فيها بنفس الطريقة، سبعة عمود بلفة بيكو، سبعة عمود بلفة. بقفل فين؟ بقفل هنا، شايفين اول غرزة اشتغلتها، هدخل كده اهو، هطلع بمنزلقة وهثبتها بغرزة تثبيت وهبدأ ايه؟ اقص الخيط بتاعي. شايفين ده بيكون شكل اللي الزهرة معايا اهو، بتبدأ تديني الشكل اللي ثلاثي الابعاد بالشكل ده اهو. هبدأ هنا انضف الخيط، نرجع نشوف الشكل النهائي. وده يا بنات بيكون الشكل النهائي للوردة بتاعتنا، شكلها تحفة جدا ونقدر نستخدمها في مشاريع كتير. هنا لو حابة تزينيها بنص لولي كده اهو، لو حابة الخطوة دي او لو مش حابة براحتك. وده بيكون شكلها النهائي، سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد اي وقت معاكي، وتقدري من بواقي خيوط تنفذي الوحدة الجميلة دي وتستخدميها استخدامات كتير. وده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك القناة لما كنتيش مشتركة معي في القناة، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.